أنيس أحمد محمود حميد من عين الزيتون قضاء صفد 1932. أنا لما طلعت يعني من عين الزيتون كنت إحنا كنا صغار ساعة عام 1948. لا أنا يعني لما خرجنا من بلدنا طبعا خرجنا أمتها كان يجوا تقريبا عند صلاة الصبح، صار يجونا هناك اليهود صاروا يضربوا على البلع على القرية على قريتنا احنا بذاك الوقت، صاروا يضربوا عليها بالمدفعية، اتقتل الناس من بلدنا، وكانت النتيجة اللي حاملين بوريد يعني اللي دافع عن البلد، بس لما خرجت يعني خلصت الذخيرة منهم نزلوا على منطقة لتحت البلد جنوب البلد اسمها الخرار، احنا بدك وقت عام 1948 هناك اجتمعت اهل البلد اللي هو نزلوا من الدريات من قريات على قريتنا من نزلوا عليها من الدريات في شمال البلد احتلوها للبلد، حطوا النسوان لوحدهم والرجال لوحدهم بس، ولكن شو صار ما في يعني مثلا ما جتنا نجدة من صفد مثلا مساعدة هيك احتلوها للبلد، ضلوا حابسين النسوان والرجال تقريبا للعصر، حابسين عند العصر نقوا بهذاك الوقت 40 شخص من قريتنا، 40 شخص يعني شباب مو يعني خطيريش، واخذوهم والباقي قالوا للناس انزلوا، نزلت الرجال والنسوان وين على وادي الطواحين بهذاك الوقت، نزلوا على وادي الطواحين والدنيا المغرب صارت، والناس يعني ضلت مسار يعني ماشيين مشي، طلعوا على مرون، في ناس طلعت على مرون اللي له أقارب طلعوا على مرون، ضلوا متابعين السير لهداك الوقت، الناس راحت على الصفصاف اللي له قرايب نام بالصفصاف، وبعدين الناس بالجش قرية الجش كل هاي قرى، ضلينا احنا نمنا فعلا بهداك الوقت نمنا في الجش، يعني عند الصباح صبحت الناس يعني تتفقد مين رايح لها شو صلى وين ولادهم مثلا، لانه دين لولو ما عرف شيء، كانت النتيجه انه لولو كل واحد يتعرف على له، وضلوا متابعين المسيره الى طلعوا من الجيش وقال البلد مشي على الاقدام، وصلوا الى منطقة يعني فرع بروح نواحي بنت جبيل بهداك الوقت، بنت جبيل راحوا لهناك، اجت هناك بهداك الوقت من اهل بنت جبيل يعني اللي عنده سيارات حملون للسيارات لحتى وصلوا بيروت، مروا طبعا بالقرى وصلوا بيروت، وقت وصلوا بيروت اهل بيروت ضلوا كمان متابعين المسير الى وصلوا الى رياق، بلد اسمه رياق هذاك الوقت، اجوا هناك بهذاك الوقت حملوهم لاهل بلدنا النساء والرجال بالقطار، اخذوهم على طلعوا فيها على سوريا، بسوريا في ناس اخذت منطقه الى حمص، وفي ناس اخذت منطقه الى حما، وفي ناس كمان في ناس من بلدنا سكنوا في اللاذقيه بهذاك الوقت، انا ابوي امي احنا بهذاك الوقت كنا صغار، وكنت انا في الصف الثامن، لما قال ابوي امي احنا بدنا نروح على الشام هذاك الوقت، جين ابوي جابنا من بيروت، ابوي وامي جابنا من بيروت الى الشام دمشق الشام،
قلنا انه كانوا يطبخوا، شو يطبخوا حجي بالعرس؟ كانوا يطبخوا كل انواع الخضروات، كوسه محشي مثلا، بطاطا، كوسه، باذنجان، رز طبعا موجود، الرز مناسف صدي بدك يعني بسموها مناسف، بس كانوا كان في صحون، صحون يعني كتير، وشو اسمه هو مناسف فعلا يعني، يعني حاطينه في دبسيات كبيرة حطوا فيها الرز، ويعني ببيت العريس اللي نعزم الناس كل البلد تأكل، يعني يأكل خطرات إذا يعني أبو للعريس يعني إله مثلا قريبين بدلاتة بطيطبة بأديتة، إيه نعم بأديتة مثلا بالصفصاف بالجيش مرون والسموعية، يعني اللي إله القريبين يعزمون يعزمون، وأبدا كل الناس اللي تيجي أبدا يعني تأكل وتتغدى، بضل العرس للعصر. كان في سباق خيل شيء؟ لا احنا بلد ما في سباق خيل. حاج شو كان يلبسوا؟ يلبسوا للعريس، شو كان يلبسوا للعريس؟ شو كان لباس اهل القريه؟ العريس شو لبسوا؟ لباس العاده يعني احنا بداك الانباز اكثر شيء، الانباز كانت، وبعدين انتشرت يمكن البنطلون في اخر المده. حطوا عقال؟ ايه اي نعم كانوا يلبسوا حطوا العقال، وظلوا هون لما طلعوا من الناس من بلدنا طلعوا ظلوا يلبسوا حتى وعقال القدم القدامى، توفوا طبعا أكثر من توفوا. سميت عين الزيتون لأنها كانت تشتهر يعني بزراعة الزيتون، كل بلدنا زيتون يعني زيتون محاوطة فيها من كل النواحي وحتى لتحت على الوعر يعني كلها زيتون. كان فيها كل معصرة؟ اي نعم كان معصرتين، لمين معصر لواء معصرة أحمد ياسين هاي معصرة كان يعصر فيها، والثاني كان لمعصرة جدي حمد بردنا هو منك حمد خطاب. طيب حمد خطاب المعصرة الثانية هو يعني وكان يعصر فيها، واللي بده كمان من القرى المجاورة اللي ما فيها معاصر تيجي يجيبوا، كانوا يجيبوا يعصروا فيها في بهاي المعصرة. ما بدنا لا شيء ولا أي شيء، احنا بدنا نرجع على بلدنا وبس خلص، كل واحد بيعرف مصلحته.